السلام عليكم، مرحبا بكم حبوبتي، مرحبا اللي انضم القناة ديالنا. اليوم غنبدأ معكم هاد الكم. طبعا اول حاجة كنعدلو فازلين كحال، توب كحال، فازلين كحال، السرجي يعني السرجي في كحال. دابا غنبدأ على بركة الله. مهم غنطرز بالبرونز بالنحاسي. عندي الزواقة في الرأس ديال الزواقة، عندي هاد الخطوط يعني كتقيس بالمسطرة نص سنتيم في كل خط. مهم كتقيهم قد قد، كتفتح العرض غير شوية وكتطلع نيشان، عاود ملي كتوصل لاخر ديال السطر وكتهبط عاود بخط مستقيم، عاود كتطلع وكتهبط. مهم كتسالي هاد الخطوط كاملين، عاد كنمشيو للزواقة. ملي كنخدم شي حاجه جديده كنبغي نشاركها معكم، ما نخبي عليكم حتى شي حاجه باش تستافدوا حتى نتوما ودعيوا معايا. دعيوا معايا بالصحيحه، الصحه هي الكنز الواحد، اللي دعيته معايا ولكم بالمثل ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى تتفرجوا حتى الاخر باش كتستافدوا والفيديو كيتشاف، كيطلع لي المشاهده ديالكم اللي كتفرجوا حتى الاخر. اما في نص فيديو ولا كدوزوه ما كتطلع ليش المشاهده. وصافي غنكمل على الخطوط كامله. هانتوما كتشوفوا دابا غنستعمل هاد السيور د السبردينات هادو الطوالين، كيكونوا عراضين شي شويه. المهم انتما غادي تشوفوا طريقة استعمال ديالو. صافي كنبدا كنشبر ديك الرويز ديالو حيت باقي الخيط جديد، ما جبرتش عندي في الكحل، خصني نخرج نفتش عليه وهذا، وكنت شريت واحد المجموعه هيدا في البياض. حق ماشي مشكل، ملي كتعمر مزيان ما كيبانش لا بيض ولا كحل. مهم كتبدا كتشبر الراس ديالو، كتبدا تعمر وكتشبر، يعني بحال الكوردون كتشبر وكتعمر فوق منه، وكتوسع على قد هو واسع كتوسع الغرزه ديالك. هنايا على حسب، كاين بيكوس في الراس ديال هاد الزواقه. انتما كتشوفوا الطريقه اللي كيفاش عدلت، كنمشي كنضرب في النص ديال هاد الخيط عاو كنرجع فيه باش كيجي ديك الرويس يجي رقيق شي حاجه. عاود كنهبط التعميره حتى لتحت، كنضرب في النص ديال هاد الخيط، كنبقي بحال الرويس رقيق وكنرجع عاود في ديك الخيط. حسب تكونوا فهمتوا الشرح ديالي، حق ملي غتطبقوه مع هيدا كتشوفوا ان شاء الله غتجيبوها. اي حاجه اللي تقولوا ما غادي تفهموها شي غير زعموا وعدلوها، ان شاء الله غتفهموا الطريقه ديالها. حتى حاجه ما صعيبه وحتى حاجه ما مستحيله. هذه كتجي زواقه بومبيا كتجي مزيونه. دائما في الراس وفي تحت ديك بيكوس وديك البيوقه كنرققوا الغرزه ديالنا، كنرققوا بالعرض. هيدا غنكمل مع الزواقه كامله. حاولوا دائما الانسان باش كيتعلم كيتعلم غير بالشوف، شوفوا وركزوا شوفوا الضربه كيفاش كتكون باش تطبقوا. انا بيدي تعلمت غير بالشوف،
الحمد لله وشكر لله. دابا تجيب ان شاء الله وتلاقاو مع مام شي نهار في فيديو معاها، هي بدات تقول لكم عمرها ما ورات لي لا سطر هيدا ولا سطر هيدا. كنت كنشوفها كيفاش كتعلم البنات ملي كنت صغيره، وكيعجبني نتعلم، وكينوضوا البنات من الماكينه كنجلس فيها وانا صغيره، مره نهرس لي برا، مره تدخل لي في يدي، مره. المهم الحمد لله ملي كتكون العزيمه قويه وعندك الغرض تعدل شي حاجه فراك كتعلمها. صافي غنكمل على الزواقه كامله وانتم معايا. هنا في القلب عدلت غير زكزك رقيق وطلعته مع جا بحال مروحه، طلعته مع التقويصه ديال الزواقه.
انتما كتشوفوا كتمشي وكتعاود باش كتجي صحيحه شويه، غليلطه شي حاجه معمره. فهاد الزواقه هادي اللي فحال الهلال كلها غادي نديها هيداك. المهم كتنوع في الخدمه، كتكون عندك واحد تشكيله متنوعه في الخدمه ديالك. بعد ما راه كاين شي حد اللي كيستاهل تنوع له في الخدمه ديالو. وكاين اللي كيكون على الطلب ديال الكليانه كخصها غير مثلا شي حاجه عاديه، طرز عادي، كتطبق داكشي اللي كتفاهموا مع عليه. هنا غنعدل زيكزاك في هاد الحاشيه ديال هاد الزواقه حيت انا غادي نتقاب ديك الخوه، ومع الكمايم اصلا الحاشيه ديالهم غيكونوا مشرفين منهم، فيهم ما فيهمش شي سفيفه في الحاشيه. عليها كنعدل زيكزاك باش ملي نقطع ما يتسليش الخيط. نعدل هاد الشطبه، حددت له الوسط ديالها، عاود غادي نطلع عيده غريزه رقيقه مجنبين كندي ونعاود. صافي هذا غنمشي مع الزواقه كامله. وحاولوا ترسموا وتخرجوا الزواقه راسكم، مابقاوش تعدلوا فوتوكوبي. مثلا شي حاجه عجبتكم خصكم تعدلوا في حاله، تقدر تعدل اي شكل دخل هذه. مثلا عجبك ديك التويش كترسمو كتدخل شي شطبات اخرين، شي وردات. دائما خصك تكون مميزة في الخدمة ديالك. كنصح اي وحدة ماشي ضروري تطلب الزواقة، الزواقة حاولوا تخرجوها، المعلمة هي اللي تكون كتخرج الزواقة ديالها. مهم غنمشي مع هاد الشطبة كاملة بنفس الطريقة من جهة اخرى. هنا سرعت الفيديو شويه باش ما يديش الوقت. المهم الطريقه اللي عملتها جهه اخرى نعدل من هذه الجهه. كل وحده كتبقي بغرطه اختها كدي التعميره وتعاودها حتى كنكملوا الشطبه كامله. دابا هنا في الحاشيه غنعدل هذا الزيكزاك رقيق. انا قلت لكم حيت الزواقه غادي نقطعها. دابا غنعمر هاد الشطيبه هيدا بهاد الغرزه هيدا معكسين. خاص الشطيبه تعاود هيداك التعميره، كنعمر ونعاود ونعاود باش كتجي مبومبيه شويه. غادي نطراسي الحاشيه ديالها بالزيكزاك باش ملي نقطع ما يتسنسرليش الخيط. هنا هانتوما كتشوفوا هاد الخيط، هاد السيور ديال السبردينات، حيت الراس قطعته ملي بقى هداك مشنتف في الراس ديالو لويتو بالخيط باش يتجمع، وغادي نبدا به الخدمه. هانتوما كتشوفوا كنتبع على الزواقه.
هنايا كنعمر هاد الشطبه، فتحت بواحد القياس العراض وغادي نطراسيها كامله وغنعمر القلب ديالها بنفس الاتساع. انا كنعمر وانا كندور يدي دور مرمى. هنايا ملي ساليت التعميره جيت لهاد التقويصه، فتحت العراض ومشيت معها نيشان. مهم وريت لكم اي تفصيل في اي رشمه باش تشوفوها وتعرفوا شنو كاين. دابا غنطراسي الحاشيه ديال هاد الزواقه بزيكزاك رقيق، حيت قلت لكم هو غيتشرف غيتقطع. صافي غنقي زيكزاك رقيق على الزواقه كامله، وسمحوا لي على زربت الفيديو. هذا الشيء يعني كل حاجه بالتفصيل ديالها راه كيجي فيديو طويل وما خصنيش يتملوا. المهم عدلت هذا الطيماس في الحشيه ديال هذه الزواقه باش نعطي لها واحد لمسه. هنا ملي ساليت مرمى ديالي قلبتها وكنقيها من التريتيلا من الفازلين. كنقي حتى ديك بين الزواقات اللي غادي نكويهم حتى هما كنزول ديك الفازلين من تماك. ندور وغادي نقطع. دابا كنخفف شويه كنقطع هاد الطروف الكبارين باش ملي نكويهم ما يجيش الطروف الكبارين هيدا دائما نقصوا منهم. حاولوا حد الحاشيه ماشي بحال ملي كتكون الزواقه فيها ديك التقيبات صغارين، واخا مباشره كتكوي هيدا التقابي كبارين كتخفف منه. غنمشي عند لي الزواقه اللي عندي في مرمى كامله، وان شاء الله باقي التكمله ديال هاد الفيديو باقي الفينيسيون ديالها اللي غيزيد لها جمال احسن ان شاء الله. صافي حبوباتي هنا غيكمل الفيديو ديالي. هاد الشيء غادي نخيطها بحال هاد الجهه. دابا غنزيد تقنيه اخرى غنشاركها معكم ان شاء الله. السلام عليكم.